تم تدمير كوبري شنبات تدمير شامل، تدمير كامل. وطبعا الجنجويد ديل الان خلاص هم قنعوا من الخرطوم، وعرفوا تماما انهم انهزموا في الخرطوم بعد ما دخل اخونا ادم هارون مدير الجهاز، استلم الموقف الميداني الان، وعرفوا انه هيئه العمليات رجعت، وتاكدوا تماما انهم تاني ما عندهم انتصار على مستوى الخرطوم، وعرفوا تماما انهم انهزموا في المركز انهزام كبير جدا بوقفه الشعب السوداني، بوقفه القوات المسلحه. حاولوا بقدر الامكان يدمروا البنى التحتيه للشعب السوداني، وحاولوا بقدر الامكان انه ما دارين يخلوا للشعب السوداني ده اي نوع من المؤسسات او البنى التحتيه. تم فيها دفع اموال كبيره جدا، الناس دفعوا فيها دم قلبهم عشان يعملوا الكباري دي للتواصل بين الشعب السوداني. ودي الحاجه اللي بتاكد انه الناس اللي قاعدين يدمروا في الوطن ويدمروا في المواطن ما عندهم علاقه اصلا بالسودان ولا عندهم علاقه بالمواطنه. والكلام ده امبارح اكده اخونا البرهان، يعني في القمه الافريقيه عدد كبير جدا من الدول من الافارقه يمكن كانوا حضور في الكلام اللي قاله اخونا البرهان، وكان كلام موضوعي وكلام موزون، واشارت اصابع الاتهام له مباشر، واكد مباشر كل الرؤساء بتاعين الدول كانوا موجودين. اثيوبيا كانت موجوده، افريقيا الوسطى موجوده، مالي موجوده، النيجر موجوده، كلهم كانوا موجودين في القمه، واكد لهم انه المرتزقه دي جايين من دولكم، والمرتزقه الان قاعدين يدمروا في الوطن والاستعانه بهم ودول اخرى. الكلام كان واضح جدا. انا داير اذكر للناس بعض الحاجات تم تدميرها من قبل الجنجويد. يعني انا الليله كجيش سوداني الان قاعد احمي الشعب السوداني، وقاعد احمي المواطن السوداني، وقاعد احمي المؤسسات بتاعت الدوله السودانيه، ما ممكن انا اشيل اضرب. يعني احنا كنا بنتكلم عبر اللايفات، يا اخواننا دقوا كوبري شنبات، يا اخواننا اضربوا كوبري الحلفايه، يا اخواننا، لكن الجيش كان اوعى من ذلك، والجيش كان اوعى من الحماس اللي قاعدين نتكلم بها نحن والقبن على هؤلاء المتمردين الخونه المرتزقه. الجيش كان واعي جدا، ما دار يضرب كوبري شنبات ولا دار يضرب الكوبري بتاع الحلفايه، ما كانوا دارين يضربوا الكباري، كانوا دارين انهم يتواصلوا الجنجويد ديل لكن يتم سحقهم ويتم قتلهم. مهما كانت مهما كان اجتهادهم في 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 تواصلهم مع بعض. انا دار احصر بعض الحاجات. الناس على الاقل تعرف انه الجنجويد ديل ما عندهم علاقه بالوطن ولا عندهم علاقه بالديمقراطيه اللي بيتكلموا معاها. الديمقراطيه اللي بيتكلموا عنها ما قالت لك دمر البنى التحتيه للسودان. الكوبري ده عشان يتعبوا فيه ويبنوه داير لا اقل حاجه سنين، 4 5 سنين لقدام عشان يقدروا الناس ينفذوا الكوبري، فقط كوبري الدويمه نحن عشان نبنيه يمكن شايل معانا 5 ولا 6 سنه عشان تم بعد ذاك بناء الكوبري. انا داير احصر بعض الحاجات والناس يمكن انا ذكرتها للناس، لكن عشان تعرف انه الجنجويد ديل هدفهم تدمير المواطن وتدمير الوطن والمؤسسات بتاعت الدوله. عشان احنا نتعب فيها نبنيها من جديد لازم نبدا من الصفر، يعني الخرطوم دي خلاص لازم احنا نبداها من الصفر. احنا عندنا 33,000 مبنى دي تحولت كلها لانقاض في الخرطوم، 33,000 دي المباني فقط بتاعت المواطنين. اضيف لذلك عندنا القصر الرئاسي، وعندنا 29 من مباني الوزارات، 29 وزاره ديل تم تدمير تدمير شامل. ده الكلام ده كله امبارح اخونا البرهان بيتكلم وهو موجوع، بيتكلم للدول العربية وانتوا قاصدين تدمروا السودان، في حين انه الدول الافريقية اللي امبارح كان بيخاطب فيها اخونا البرهان، لانه البرهان بيمثل الشرعية السودانية، لانه تمت استضافته على مستوى القمة العربية والعمة الافريقية انه هو رئيس السودان وهو رئيس مجلس السيادة والرئيس الشرعي المحترف به دوليا، عشان كده تمت استضافته في القمة. وبعد ذاك يعني سرد كل الاشياء التمت والجرائم والابادات الجماعية تمت على مستوى دارفور. الناس دي دمروا لنا يمكن دمار واسع في المباني تحت القياده العامه، وكلكم شفتوا القياده العامه، الناس بعد بنوا القياده العامه وبنوها في شكل يعني فيها ناس الطيران بنوا لهم مباني شكل طيران والبحريه شكل سفينه وغيره، كلها تم تدميرها. اضافه لل مباني القياده العامه والاحتياطي والمدرعات وسلاح الاسلحه والاحتياطي المركزي ومبنى المخابرات ومقر الادله الجنائيه ومقر الشرطه، كلها دي تم تدميرها تدمير شامل. ابراج التضامن والفيحاء وعفراء ومول الواحه و23 بنك، اضافه لاداره الشرطه على مستوى الخرطوم، دي كلها تم تدميرها من الجنجويد. يعني الليله ما قريبه عليهم انه يدمروا كوبري شنبات. الناس دي دمروا مقر وزاره العدل، دمروا شركه النيل وبترودار والمواصفات والمقاييس، دمروا يعني يمكن قرابه عندنا اتلاف 9,000 عمود بتاع كهرباء، دي تم تدميرها تماما. امبارح في واحده بتتساءل انه الاعمده دي حسيطوها كيف؟ اي عمود طبعا بيكون فيه رقم محدد، الارقام بتاعت الاعمده دي ناس الكهرباء عارفينها بالعمود على مستوى السودان وعلى مستوى كل المناطق حتى الغرى والفرقان، عارفين انه الاعمده دي لو سقط عمود واحد في اي قريه من القرى
الناس بيحاولوا بيمشوا يصلحوه لانه عارفين العمود وين وواقع من هذا الاتجاه. الناس دي مدمر لنا اكثر من 9000 عمود بتاع كهرباء عشان تعرفوا انه تدمير شامل للوطن. الناس دي دمروا لنا 158 سوق، ده غير النهب بتاع ونهبت بالكامل، الاسواق دي كلها نهبت بالكامل 158 سوق. يعني الناس دي دمروا لنا 411 مصنع في بحري وحده، زائد 231 مصنع في الخرطوم كلها، 231 مصنع دي تم تدميرها تدمير شامل. الناس دي تدمير ونهب 220 صيدليه في الخرطوم، خروج اكثر من 200 مؤسسه صحيه عن الخدمه نهائيا، دي تدمرت تماما انتهت. اكثر من 24000 سياره للمواطنين دي سرقت. الان الكلام ده انا برسل رساله للدول الان العامله، يعني الان المستضيفيه جده، المستضيفه الرياض، الدول بتاعت افريقيا، انه ديل المرتزقه، وده الشيء تم في السودان. 24000 سياره، قيمه السياره فقط ادي السياره خدت لها 10 مليار، يعني المتوسط 10 مليار. الناس ديل سارقين 24000 سياره، 24000 سياره دي اقتصاد الوطن كله، اقتصاد البلاد كلها تم تدميرها على يد هؤلاء الهوانات الخونه. عندنا 90% من منازل المواطنين بالعاصمه تم نهبها كلها، 90%، يعني باقي لنا 10% فقط، دي يمكن ما يوصلوها الجنجويد، ودي احياء قد تكون طرفيه، لكن 90% تم نهب هناك. كل الجامعات ومدارس ولايه الخرطوم اصبحت خاويه منتهيه تماما، لا فيها اساسات، لا فيها كمبيوترات، لا فيها شاشات، لا فيها اي حاجه، كلها تم سرقتها تماما. 11 مليون من سكان ولايه الخرطوم الان نازحين، ديل ما بين مصير وما بين تشاد وما بين قيرو، ديل 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 كلهم الان نازحين، كلها بسبب هؤلاء الهوانات المجرمين الخونه، وبالتعاون مع قوى الحريه التقدير اللي بيقولوا لا للحرب واللي بيقولوا الحرب تقيف. يعني الوفيات دي خليها نحن ما عندنا احصاء دقيقه للناس اللي توفوا على مستوى اللي استشهدوا، اذا كان من مواطن ولا من اللي شنو. الكباري يمكن بالغسل المدفع الليله اضيف الكوبري شمبات تم تدميره تماما من هؤلاء المرتزقه الخونه المجرمين. نسال ربنا سبحانه وتعالى يجعل يعني عقول الشعب السوداني ده ربنا يرجع لهم، يرجع لهم عقولهم الان، القحات والسجمانين الان الدارين دمار الوطن، واللي بيقول لك الجنجويد ديل دارين يجيبوا لنا الديمقراطيه، واللي بيجوا بيتكلموا وبيتمجدوا، بيجي ربيع عبد المنعم من تشاد بيجي لحد يصل الجنينه وبيجي بيخاطب له عدد من الاطفال بتاع انهم هم 50000 50 طفل، 50 طفل من اعمار 15 لاعمار 14 لاعمار 16، ديل اطفال مجندين لهم ناس الدعم السريع، وجابوهم ناس الدعم السريع، وجاي الربيع الخاين المجرم عامل فيها بيسالهم انه انتوا اطفال وجندوكم الجيش، والجيش داري يزج بيكم في الحرب، ودي جريمه بتاعت حرب، وان احنا استلمناكم، في حين انه فضحوهم الاطفال. بعد جو يتكلموا مع واحد من الاطفال وسالوه قال له عمرك كم سنه؟ قال له عمري 15 سنه. ربيع بيسال فيه اتجندك منو؟ قال له والله ما عارف الزول اتجندني منو. طيب جابوه قال لك شنو؟ قال له قالوا بدوني 160000، 160000 جنيه سوداني. قال بديك لامنه؟ قال له والله واحد من الضباط. قال له انت جندوك جابوك جيبان، يعني جابوك بالقصب جندوك في الجيش؟ قال انا جيت براي. قال له جيت ورجعوني، وجيت ثاني ورجعوني، وجيت ثاني ورجعوني، بعد ذاك تم تجنيدي. معناته اذا كان الطفل صادق انه ما يعني ناس الدعم السريع ديل ما اغصوهم وضربوه وقالوا له قول الكلام ده، انه الطفل ده ما عارف حاجه، اذا كان عمره 15 سنه قال انا جيت براي ولي ثلاثه اربع مرات بجي وجابتني الظروف. سألوا قال له امك وين؟ قال له امي في تشاد. قال له امك وين؟ قال له امي في تشاد. ودي دلاله واضحه جدا، امه وابوه واهله كلهم في تشاد. الاطفال تم تجنيدهم في الجنينه، ديل تم تجنيدهم من الدعم السريع نفسه. يعني احنا الجيش السوداني ده عنده لوائح وعنده قوانين وعنده نظم وعنده قوانين في انضمام الفرد للجيش السوداني. حتى لو من الشعب السوداني، لو عمرك بقى 40 سنه، لو بقى 30 سنه، لو ما استوفيت الشروط في القوات المسلحه، ولو ما استوفيت الشروط في الطول والعرض وفي والبنيه بتاعتك العقليه وبنيتك الجسمانيه وقرايتك، يعني الليله كل الجنود السودانيين الحمد لله رب العالمين اقلاهم بيكون قاري شهاده سودانيه. من شروط التدريب على مستوى الخرطوم انه لو انت ما بقيت قاري شهاده سودانيه او عندك اقلاها شهاده بتاعت اساس، ما تتم تجنيدك في القوات المسلحه. والقوات المسلحه ما جديده الليله عشان تجند الناس، عندنا عدد كبير جدا من المستنفرين، المستنفرين ديل اقلاهم بيكونوا برضو استوفوا الشروط. انا اتصلوا لي عدد كبير جدا من نهر النيل وعدد كبير جدا من الشماليه انه دارين يلتحقوا بالقوات المسلحه، بيقول لي احنا بنمشوا وبرجعونا، بنمشوا وبرجعونا، لانه ما استوفوا الشروط بتاعت القوات المسلحه. الليله الربيع عبد المنعم جاي جايبينه من بريطانيا
وناس الدعم السريع يعني يمكن حاولوا بقدر الامكان استدعوه يجي، لانه ادوه قروش ثقيله جدا، 100 دولار ادوه قروش، ودارين يخلصوا من القروش دي، لازم يكون قاعد معاهم في الميدان، بيقولوا له تعال انزل معانا في الجنينه. الان هو نازل وشغال استضافات، وحيستضيف عدد كبير جدا من المواطنين الجنجويد التابعين لهم، انه احنا تم تدميرنا وتم ضربنا وتم قيره، في حين انه كل الشعب السوداني وكل العالم شايف بعينه انه القوات المتمرده هي كانت بتسرق البنوك بتاعت الخرطوم، انه القوات المتمرده هي سرقت ممتلكات الناس، انه القوات المتمرده هي ضربت